لا والله العظيم جيب على بالي بيلطفها معك. لا لا ما مو مو مجنون لا انا مو مو احنا ندري شفاره يا غبي زعف والله انه اكثر واحد يضحكني يقبع الجدران والله يطمرها ما يقبعها يطمرها تقهوي يا شيخ ولا خلنا نعبيها بس انا بس بس انا ما ابي عشانك والله باخذ اللهم صل وسلم على النبي شيخ جوشباتي ايش يا سلام شيء ثاني اسمع خليه يطبخ الدجاج هناك لانه حر يا ولد وين حر يطبخ الدجاج في المطبخ ولا واحد منا يسويه وكم من هنا الله الجباتي خلاله هو يعرف يسوي لانه معلمه يسوي في المطبخ هنا حر بس اعطوني رايكم في الجباتي بعد ما يخلص طيب بس خلي يسوي بالمطبخ ابرد له خلاص يسوي اهم شيء عادي اهم شيء انه هو يسوي عشان في عنده تم خلطه خاصه خبر لانك اول دخلت عندي قعدت ابو 3 دقائق 4 دقائق قعد كتمه حر حر موت حر موت قلت اذا انت اذا شيء اليومين اي اجل بالله درب المحبه يجون ناس مطاريشي اي يقول درب المحبه على خبري كبرون عليها المطاريشي والحظ واقف على الكبري حارش الناس تحريشي هاي يا شيخ شو رايكم بما ان قاعده جميله ووجودكم فيها اجمل نعطي لمحه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يا سلام. الله يجزاك خير يا ابو لمحة بسيطة. النبي على ما قال تحثنا الملائكة في مجلس هذا يعد من مجالس الذكر ومن فوائد مجالس الذكر انك تحفك الملائكة ويقول الله سبحانه وتعالى قوموا مغفورا لكم. انطلق فطبعا ودنا نتكلم على قولتهم يمكن اقل من 4 دقائق او 3 دقائق. والله الحين ما حضرت شيء ولكني بتكلم عن بداية الدعوة وكيف بدأت دعوة محمد عليه الصلاة والسلام لهذا الدين الحنيف. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام مدة دعوته في للإسلام 23 سنة مقسمة على 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. بداية هذه الدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يبعث وينزل عليه الوحي كان عنده عليه الصلاة والسلام عادة انه يطلع الى جبل حراء ويروح الى غار ثور في جبل حراء ويتأمل ويتحنث ما فيه دين ولكنه عليه الصلاة والسلام ما كان متقبل ايش عبادة الاصنام. طيب عبود سؤال انا قلت يتأمل ويتحنث ايش معنى يتحنث؟ يتحنث يعني بقلبه ويتدبر هذا الكون ويعلم انه له خالق ولكن ما نزلت عليه الدعوه وكان لا يقر للاصنام هذه اللي كانوا يعبدونها يرى انها وهي قبل الدعوه انها على خطا وان هذا الفعل خاطئ جمله وتفصيلا فكان عليه الصلاه والسلام يتحنث ويتأمل هذا الكون في غار حراء فنزل عليه طبعا جبريل عليه السلام طبعا الله سبحانه وتعالى من رحمته حتى بالرسول عليه الصلاة والسلام كانت فيه أمور قبل الدعوة تبدأ تحصل له مثل إيش مثل أن عليه الصلاة والسلام كان يمشي في مكة ويسلم عليه الحجر والشجر السلام عليكم يا محمد السلام عليكم فكانت هذه أشياء عند الرسول يعني شيء يستغرب ولكن من الله سبحانه وتعالى كتهيئة للأمر العظيم اللي بيحصل اللي هو الدعوة فكان عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ فثالث مرة قال له اقرأ يا محمد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق اي نعم العلق بسم اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم فنزل عليه الصلاه والسلام وكان هذا شيء قوي عليه الصلاه والسلام وهو نازل وهو يمشي فسمع اسمه عليه الصلاه والسلام في السماء ويوم رفع راسه عليه الصلاه والسلام الا من شاف جبريل 600 جناح ف
فكان هذا موضع مهول، موطن من مواطن الواحد يخلع قلبه فيها. فعليه الصلاة والسلام توجه للبيت عند من امرأته خديجة، كانت رضوان الله عليها هي المرأة الداعمة للرسول. شوف سبحان الله إلى اليوم والحمد لله احنا في أمة محمد وفي مجتمعنا فيه حريم داعمات لرجالهم ولأبنائهم، وكانت تجسد في خديجة في ذاك الوقت. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال دثروني دثروني زملوني زملوني دثروني غطوني زملوني، إيه لأن الواحد ابن الخوف ارتاع. فطبعا خديجة رضي الله عنها لما شرح لها الرسول قالت له ليش ما نروح من الورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل ولد عمها، ولد عم خديجة، وكان له علم. تفضل. طارق اي شيء بس امشي تفضل. فقالت نذهب الى ورقة بن نوفل اللي هو ابن عمها وكان له علم بالكتب السماوية. فيوم دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على ورقة بن نوفل وهو رجل بلغ 90 في ذاك الوقت، اي بن نوفل. فيوم دخل عليه الرسول وشرح له الموضوع فقال هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى. فقال أنت يا ورقة بن نوفل للرسول عليه الصلاة والسلام وددت لو أني فيها جذع، يعني شباب، حتى أناصرك إذا أخرجوك قومك. قال عليه الصلاة والسلام أوهم مخرجي، يعني موضوع قوي، انصدم الرسول يعني قومي بيخرجون، قال أوهم مخرجي، قال ما أتى رجل بيطردوني من قالوا هم بيطردوني إيه، يعني استغرب الرسول لأن ورق بن نوفل قال وددت لو أني فيها جذع، يعني شباب، حتى أناصرك إذا أخرجوك قومك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أوهم مخرجي، سؤال تعجبي، صدمة صدمة على صدمة، يعني هم بيخرجون إيه ما يدري موضوع ما كيف يطردوني قومي. فقال نعم، يقول ورقة بن نوفل يا محمد عليه الصلاة والسلام ما أتى نبي بما أتيت به إلا أخرجوه وآذوه. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا ما ودي أطيل وسف الكلام ذا، لكن قلنا 23 سنة مدة الدعوة، 13 سنة كانت في مكة، 3 من 13 كانت سرية. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها بعشيرتك الأقربين، زين، العشر كانت جهرية خلاص. يوم قال الرسول عليه الصلاة والسلام وصباحاه، لأن الله سبحانه وتعالى قال له فاصدع بما تؤمر، خلاص صارت إيش جهرية. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطلع على أحد الجبال وقال وصباحاه وصباحاه، وهذه كانت عند العرب يعني عندي موضوع نبأ عظيم. فاجتمعوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا ما الأمر يا محمد؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أقول لكم إن فيه وراء هذا الجبل قوم بيغزوني أو أنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما عهدنا عنك كذبة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمى بالصادق والأمين، فكان ما عهدنا عنك كذب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فإني أشهد أني رسول الله وأن الله بلغني الرسالة. فهنا تكلم فيها عمه أبو لهب قال ويحك محمد وذا تبا لك محمد، ألي هذا جمعتنا؟ ف صورة اللي هو تبت يد أبي لهب وتب. فطبعا والموضوع طويل بس ما ودنا نتشعب، احنا قلنا 13 سنة في مكة، 3 سرية، 10 جهرية. طبعا تميزت الصور المكية اللي نزلت في مكة بعض الامتيازات فيها تختلف عن الامتيازات اللي الصور المدنية. الصور في مكة اللي نزلت على الرسول كانت تتكلم عن التوحيد، تتكلم دائما تركز على التوحيد وعن الشرك
وعن ذا، وتتميز انها قصار الصور زي يقوله والله واحد الاخلاص زين. الصور المدنيه لا، الصور المدنيه تتميز بالتشريع، لان في بدايه الدعوه كانت الموضوع اني انا احارب الشرك، لكن في المدينه خلاص استقرت للاسلام وصار المسلمين، فصار ايش التشريع تكلموا فيها مثلا عن الطلاق، تكلم عن المواريث، عن دائم تميزت بهذا النسق وهذا الطريقه. فتلقى الصور المدنيه مثلا زي صوره البقره، صوره الصور الطويله لا طويله اللي فيها تشريع. هذا الفرق ما بين الصور المكيه والمدنيه، ولا ودي اطيل بس اني حبيت ان نتكلم على ما قال لو شيء بسيط عن هالمعلومات هذه وعن محمد عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. جزاك الله خير والله يطول عمرك. ايه سلام الله يسامحك بغي غلط. لا اسلم بس اول ما شفناك والله العظيم نحسبك الدربي راسك غيرت مضبوط. ايه شفناك تكلم بصيغه هو يقصد انه اتكلم انا اتكلم على الكل. انت تطلع لحالك خلاص فيصل حالات يوم شفناك باستثناء فيصل نحسبك الدربي راسك اقسم بالله نصد. بس يا اخي عقب ما عرفناك يقول ما تعرف الرجال الا من خويه الرجال عرفت انت الرجال مخاضر اشهد بالله. نعم. رجال محاضر ما هم منابر. نعم. طلعت انت يا اخوي دره مكنونه، طلعت انت يا اخوي مصدر معلومات، طلعت انت يا ولد عندك تاريخ، عندك روايات، عندك قصص الصحابه، قصص الرسل والانبياء. في اللي اقول الله يديمك لنا يا عبود. الله يسلمك. انا واحد عود من حزمه وفي من افضل مني واحسن مني. الحين الصور في غالبها إيه انها تكون قصار زين، ويكون دائم تركيزها على الشرك وعن موضوع الشرك والكفر والاسلام. هذه امتيازات اللي تميزت فيها الصور المكيه. المدنيه لا، لان الظرف يحتم الظرف، لان في مكه كان الموضوع النقاش عن الكفر والاسلام، هل الله واحد ولا انتم الاصنام هذه.